مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج زي اي يوم. زي اي يوم كلنا بنحاول نسعى ونشتغل بدل شغلانه اتنين ونزود دخلنا ونروح من شغل لشغل احسن. وفي كتير بيبقى عنده مشكله اكبر من ده، وانه يترقى او يزود دخله، بيبقى عايز اصلا انه يبدا، مش عارف يشتغل ازاي، او مش عارف يدخل سوق العمل منين، او يلاقي شغل مناسب ليه ازاي. كان زمان الطريقه الوحيده اللي ممكن تلاقي بيها شغل انك تطبع السي في وتروح تخبط على باب الشركات، ومع الوقت ظهرت مواقع تقدر تخليك تقدم السي في اونلاين، ودلوقتي بقى في طرق اسهل واكتر تساعدك انك تلاقي شغل. هنقول لكم النهارده ببساطه ازاي ممكن نلاقي شغل اسهل، ونقدم عليها كمان ازاي، والاهم بقى ازاي نبقى جاهزين للشغل اللي يناسبنا. وبالمناسبه الموضوع طلع بسيط، وهقول لكم ازاي في حلقه النهارده، وهنعرف كمان ازاي نتعامل مع الاتش ار اللي كلنا بنقلق وبنخاف منه، وبدل ما يسالك هو انت لا تساله. تعالوا نشوف مع بعض 9 اسئله لازم تسالها انت بنفسك في الانترفيو. كل واحد فينا بيبقى عنده نقاط قوة بيتميز بيها. تعالوا نشوف التقرير ده الناس قالت فيه ايه اهم نقاط القوة اللي بيكتبوها في السي فيهات بتاعتهم. ايه اهم نقط القوة اللي بتكتبها في السي في بتاعك لما بتيجي تقدم لشغل؟ تحدي نفسي، الممارسة كتير، انك بتمارس الحاجة كتير، ما بتركنش الآلة، تنظيم الوقت، طبعا اللغة مهمة، برضو المهارات بتاعت النيجوشيشن والديسكاونت، وان الواحد يقدر يتعامل مع الناس برا وجوا، حل المشاكل، انا بتحمل ضغط، بعرف اتكلم كويس، تمام، سريع، منتظم في شغلي، ان انا باخد كورسز كتير، وان انا بذاكر سيلف ستادي اكتر، ان انا بحل بروجكتس اكتر واقدر انافس بروجكت كتيره. طبعا لازم اهم حاجه ان انت تشير ده، مش بس ان انت تبدا تعمله ومع نفسك، لا لازم تشير. اشد حاجه كوميونيكيشن سكيلز، هي دي اللي مش هتعرف تتعلمها في الشغل، لكن هتتعلمها بقى ان انت بقى تروح ورك شوبس والكلام ده. مهارات التواصل، الكمبيوتر زي الاي سي دي ال، دي اهم حاجات، التكنولوجي طبعا بكافه اي وسائل. اخيرا بقى قبل ما نستقبل ضيوفنا اللي هيعرفونا ازاي ندور على وظيفه مناسبه لينا، عندي سؤال مهم، هل انت جربت تستخدم مواقع التوظيف قبل كده، وايه اللي تعرفه عنها؟ نسمع الاجابات في التقرير ده، وبعدها هنطلع فاصل عشان نستقبل اول ضيوفنا. لو هتدور على وظيفه بتستخدم مواقع التوظيف اكتر؟ ساعات يعني ممكن افتح الفيسبوك اشوف، يعني ممكن بشوف جروبس على الفيسبوك والكلام ده والتليجرام والحاجات دي. يعني مش دايما اجراءات التوظيف او بيطلبوا حاجات يعني معقده شويه، يعني لازم ان انا والردود ما بتبقاش احسن حاجه يعني. لا ما بصدقش فيها، بحب اروح المكان اعمل انترفيو هناك على طول. لو سمعت عنها اكيد استخدمها، لو هدور على وظيفه فاكيد استخدمها. والله كله ضحك على الدون يعني انا ما بشوفهاش كده خالص يعني، وكده كده اصلا اي توظيف لازم عايز خبره وعايز شهادات وعايز تعليم، فمش اي مواقع امشي وراها يعني. اكتر وظايف بتطلب وظايف المبيعات والسواقين، ده اكتر وظايف بتطلب. محلات الاكل، الاكل كتير قوي في البلد دي، في مصر بالذات، السواقه عامه، والويتر، الحاجات اللي في الكافيهات والكلام ده، مثلا امن، مساعدات، مثلا مطاعم، اي حاجه السوشيال ميديا اونلاين، الحاجات اللي هي السيلز، الحاجات دي يعني، ليه في وظائف الشركات العقارات والاستثمارات وكده.